تسلم يدك يا ستيفاني، الوقت زي العسل. ميرسي. بس مش أنا اللي طبخ، أنا عندي طباخ مخصوص. تسلم يد الطباخ. وعلى فكرة أنا بنتي عمرها ما دخلت مطبخ، ما بتعرفش تطبخ. تتعلم. بقول لك إيه يا ابني؟ انفهمني بقى، هتوفق إزاي بين شغلك هناك في قنا وجوازتك هنا في مصر من بنتي؟ ما تقلقش يا عم، فيروز هتعيش معايا في الصعيد إن شاء الله. ها؟ فين؟ في قنا. نعم. قنة ايه دي اللي بنتي هتعيش فيها؟ طبعا لا. ومالها جني؟ ده ما شلتهاش الارض نشيلها احنا فوق راسنا. ما ينفعش يا صلاح، ما ينفعش. فاتن، بص يا زين يا ابني، انا ربيت ولادي على حريه الاختيار، اللي هم عايزين يعملوه يعملوه، بس في النهايه يتحملوا مسؤوليه اختيارهم. قولي لي يا بنتي، انت موافقه انك انت تسافري وتعيشي معاه هناك؟ دي حياتك يا بنتي وانت اللي هتعيشيها، فاختاري زي ما انت عايزه من غير اي ضغوط مننا. ها فيروز. هي بنتي. ايوه يا بابي، موافق. الله اكبر، وشاهد شاهد من اهله. موافق يعني ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزه تروحي مكان اللي روحتيه ولا تعرفي عنه اي حاجه؟ وبعدين يا هانم بقى، انا كأم من حقي ان انا اعرف بنتي هتعيش فين بالظبط. وماله، ما قلناش حاجه، تيجي تنورونا وتأنسونا وتشوفي المكان اللي بنتك هتعيش فيه. تحدد ميعاد الزياره امتى؟ مش قلت لك قلبي مش مرتاح له؟ مش قلت لك ما تعلقيش نفسك بحبال قلبي؟ خلاص ياما، هي ما كانتش تعرف. كان لازم تحس انها مش في دماغه، ولا عمرها كانت على باله قبل ما تاخد على وشها وتلاقيه رايح يتقدم لبيت من بنات مصر. نصيبه ياما، نصيبه. ما اسمهاش نصيبه، اسمها تخطيطه. ما هي ياما، كفايه انا مش قادره ولا اعصابي بتحمل حاجه. خلاص ياما، والنبي ما تدوسيش عليها اكتر من كده. لا، لازم ادوس عليها عشان افوقها واخليها تشيله من راسها وتركز مع نفسها. أوعدك يا أم، أوعدك إنها بجنانية مش هفكر غير في نفسي وبس. معلش يا بنتي، معلش يا بنتي، معلش حتى من قلبي. والنبي عشان خاطري اوعى تقول لا. والنبي يا سي هتلر اوعى تقول لا. يا ولية يا حمادي، كان حبيبك عسل، ما تلحسوش كله. ده حقنا وحق اي ست متجوزه. متجوزه في ظروف عاديه، مش في ظروف زي دي. يا ساتر يا رب، هي اللي بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل؟ الله، بعد كل اللي عملت وما بترحمش؟ طب حطي نفسك مكانها وقولي لي، لو انا دخلت عليكي في مملكتك ومعايا اللي يشاركك هتعملي ايه؟ هاكلها بسناني. شفتي؟ هي ما عملتش كده، هي طالبة مش لوحدها، هي والواد مش عايزينك تخلفي. طب لو ما يناسبنيش يعني؟ الباب عندك. ده قولك؟ اه ده قولي. مش معنى ان انا اديك يدي تاكلي دراعي، انا وقفت قدامهم عشان خاطرك، اكتر من كده مش هينفع. فكر يا بنت الناس، موافقة هتتشالي على الراس، مش موافقة تأشيرة خروجك من جنة في انتظارك. والله هتبقى خسارة. برضو كده يا جليلة؟ آني أعمل كده في ليلى؟ ليه يعني؟ ده ليلى دي زي بنت نادية. ده اللي واضح قدام كل الناس يا صالحة. انت لو تعرف ان عملت كديها عشان زين ولدي ياخد ليلى بنتك ما كنتيش قلت كده. عملتي ما عملتيش، ده جسمه ونصيب. طب قول لها يا دي. ازيك يا ليلى؟ مبروك يا زين.
الله يبارك فيك وعقبالك. ربنا يسعد قلبك. مش عايزك تزعلي مني يا ليلى. هو زعل منك ليه؟ هو انت عملت لي حاجة؟ ولا عمرك عشمتني بحاجة؟ لا ما عشمتكيش، بس حاسس بيكي. احساسي بيقول انك زعلانة مني. يا بت انت غلاوتك من غلاوة نادي. تسلم يا زين. ما تقلقش علي، انا حبقى كويس. وانت ربنا يتمم لك على خير. عن اذنك. عارفين ان العروسه من القاهره واهلها مشرفينا ومنورينا، والفرح عامله بكره في القاهره، بس ما ينفعش افرح لوحدي، ينفعش افرح من غير ما افرح اهلي وناسي اهل الصعيد. عشان كده جبت لكم النجم احمد شيبه، والاغنيه اللي هيغنيها دلوقتي تحيه مني لاهل الصعيد كله. اتفضل يا نجم. حبيبي يا زلمه، حبيبي يا زلمه. علمونا ان الرجولة مش كلام، فهمونا معنى كلمة احترام، فسرولنا يعني راجل تمام. الشهامة احنا ناسها، أرضنا بتطرح رجولة، ربنا صينا وحارسة. إحنا الصعايدة وصيتنا سابق قبلنا، إحنا الأصول، إحنا الكرامة. عارف يا زين، انا حبيت قوي مرسي جميل عزيز، كلامه فيه احساس حلو كده. هو كتب ايه تاني لام كلثوم؟ كتب لها الف ليله وليله. قال فيها ايه؟ عندي لك اجمل هديه، كلمه الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها، واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي. قولها ليا، قولها للناس، للطير، للشجر، قول الحب نعمه مش خطيه، الله محبه،
الخير محبة، النور محبة، فيروز محبة. يا سلام، مرسي جميل عزيز قال فيروز محبة. لا، الحقيقة دي من عندنا. وبعدين محدش يستجري يقول فيروز غيري، مع احترامي يعني المرسي جميل عزيز. هو حد يستجري يأكل زين غيري؟ نفسي أعرف مين اللي اخترع الأكل بالشوكة والسكينة عشان أضربه بالنار. تعرف أجمل حاجة حصلت لي في حياتي إيه؟ إيه؟ إني قابلتك وحبيتك وتجوزتك. عمال ادور عليك من الصبح. موجود يا حبيبتي اهو. عامل الحمد لله. مش تنزل معانا البحر؟ لا، انزل انت بقى وهتلاقي اخوك تحت. قولي لي اصحابك وصلوا ولا لسه؟ اه دول هنا من بدري. آسر بس هو اللي لسه ما جاش. آسر برضو؟ آسر برضو. بمناسبة آسر يا بوبي، ما تقولي رأيك فيه؟ ما ينفعكيش. ليه يا بوبي ما ينفعنيش؟ مش أنكل صلاح ده صاحبك وأنتيمك وصديق عمرك وأكيد عارفهم؟ ما عشان أنكل صلاح بقى أنتيم عمري وصديقي زي ما أنت قلتي، فأنا أعرف آسر أكتر منك. عليا، من يوم ما مامتك سابتني واتجوزت عاشت حياة تانية خالص وما سألتش عليكم لا أنت ولا أخوك، وعشان كده أنتوا الاتنين بقيتوا أغلى حاجة في حياتي، وعشان أبقى مطمن عليكي لازم أحس إنك أنت عنده أغلى من نفسه. طب أقول لك حاجة؟ انت لو شفت آسر بعناية والله العظيم هتحبه قوي. الشقة لو مش هتبقى في المعادي زي ما اتفقنا انا فعلا مش هتجوز. ومالها مصر الجديدة يا هند؟ شقة موجودة وتحت ايدنا. طبعا حلوة مصر الجديدة قوي بالنسبة لك، ما هي جنب مامتك، لكن احنا اتفقنا من الاول ان الشقة كانت تبقى في المعادي جنب مامتي انا. ادهم بليز، انت هتروح شغلك طول اليوم وانا هفضل في البيت لوحدي متضايقة، ينفع كده؟ طب بصي، حتة محايدة، اذا مالك المهندسين. يوه أدهم، أنت وعدتني من الأول المعادي. حاضر يا هند، المعادي أكيد مش هضايقك. اتوحشتك قوي يا ولدي. أنت أكتر يا ست الكل. طه ونادي عاملين إيه؟ الحمد لله. هتيجي ميتة؟ كل أسبوع وراجع لك. مفيش أخبار عن زين الصغير؟ لا لسه، ربنا ما أذنش. عيلة مرتك عامل إيه معاهم؟ مبسوط؟ ومرتك عامل إيه؟ كويسة بخير معاك. ازيك يا ماما، وحشاني. ازيك يا فاروز يا بنتي، اخبارك ايه؟ اتوحشتك قوي. الحمد لله كويسين، بس انا مش مبسوطة ان انتي مرضتيش تيجي معانا، القعدة ناقصاكي. يلا اتجدعني وارجعي لنا بزين الصغير. امين يا رب، ربنا يخليكي لينا يا ماما. محمد رسول الله. ايه يا فيروز، هناكل امتى؟ بطننا بتصوصو، يا ريت بقى مشهد الحب اللي بينكوا ده تاجلوه بعد الاكل. حالا يا مامي. يلا يا زين، اللحمه استوت قوي خلاص. لسه لازم اللحمه تستوي كويس عشان طقم اسنان امك ما يطلعش في حته لحمه من دول. هتسمعك. ايه يا معلم، تشوي بقره ولا ايه يا ابني؟ لسه ما استوتش والله. لا انا هاكلها برضه. يا ابني اصبر على نفسك شوي. قالوا عايز تخس وتنزل الفاتس بتفاصتك دي. لحظة، انتي بتتكلمي على التخن والخسسان؟ نسيتي شكلك كان عامل ازاي؟ لا نسيت انت. بقول لك ايه يا ايسر، عارف لو طلعت الصورة هتمنع عينك، والله العظيم يا ايسر ما تحركش. مامي، اولا انا بنوتي طول عمرها سلكة. اتفرج يا سيدي على سلكة المواعين دي. يا ساتر يا رب. طب والله كانت زي القمر، يا ريتك فضلت كده. اصل احنا يا عم كصعيدا نعز الست المتغذيه قوي. وضع الاستعداد، استعد. الله اكبر.
يجي يكمل الجوان دي. يا معلم المربع بيشوط بقى لي ست جوان بقول لك المربع. ها مين اللي كسبان؟ يا بابا السابع اهو بابا اللي صدق. 6-0 كتير. ابنك هني في بيتك يا عم، مستغل انه عمري في حياتي ما لعبت كرة قدم وماليش في البلاي ستيشن ده. يا عم انت حد قال لك تختار غانا قدام ريال مدريد؟ انا اللي اعرفه ان غانا دي فيها عبيدي بيليه، قالوا لي احسن لعيب في افريقيا. عبيدي بيليه مين؟ انت فاكر عبيدي بيليه بيلعب معانا؟ عبيدي بيليه يا باشا اعتزل من قبل ما يخترعوا بلاي ستيشن. وانا اقول انا بخسر ليه؟ ابنك بيستغل عدم ثقافتي الكروية يا عم. بقول لك يا زين. قومر يا عم. ايه رأيك في ادهم؟ والله عمي شاب محترم ومستقبله حلو وشايف انه بيحب هند جدا. وبعدين اكتر حاجه بحبها في علاقته بابوه وامه. اللي مرضى بامه يا عم اطمن على بنتك معايا. الله عليك يا زين وعلى كلامك موزون يا ابني. الله عليك يا زين. الله اقوم اروح انا بقى. انا مش قاعد. ايه يا بابا في انت كل حاجه بتاخد راي زين ما بتاخدش راي انا؟ مش هاخد رايك انت اللي غاوي سهر وصرمحه وتنطيط من هنا لهنا ولعلمك من هنا ورايح بقى مش هاخد راي حد في الدنيا دي كلها غير زين. كفايه ان هو غلبك 6-0 كمان هو اللي غلبني 6-0 والله العظيم انا مش شايله 6 اهو. طب وربنا يلحقها لك امنيتك يا عم. هات الدرع ده. يلا يا عم هات الدرع. انا مش هلعبك بغانا خلاص. تلعب بمين؟ هلعبك بالكاميرون. مش دي اللي فيها ميلا العجوز؟ بجد يا زين ما اخترته. شاب جدع ومؤدب ويعرف ربنا، مش زي شباب الايام دي. كلامك صح يا ايمان، لكن الولد مش شبهنا ولا عيلته شبهنا ولا مستواه الاجتماعي والثقافي شبهنا، ده حاجه ثانيه خالص. كل ده ولا يسوى جنب واحد بيحب بنتك وشايلها في عينيه. ولو الفرق اللي بيننا وبينه مصيره يبان، ولو استحملته النهارده مش هتستحمله بكره، ولو استحملته بكره مش هتستحمله الشهر الجاي. والله مرزق يا زين. طبعا مرزق يا عمي. اللي يتجوز فيروز ويناسب حضرتك لازم يكون مرزق. تعرف يا عمي؟ اه. قعدتي مع حضرتك دي بتفكرني بقعدتي مع ابويا. كان غوي صيد كان بياخدني معاه وانا صغير. ايه الفرق بين الصيد معايا والصيد مع والدك الله يرحمه؟ الله يرحمه. مع ابويا كنا بنصطاد في النيل. آه. مع حضرتك بنصطاد في البحر الاحمر. مع حضرتك بنطلع سمك ملون. مع ابويا ولا مؤاخذه كنا بنطلع جراميل. اي والله. اه فهمت قصدك يا زين. بص يا ابني بالصبر تقدر تعدي اي ازمه انت وقعت فيها، وانا بقى الصيد ده بيعلمني الصبر. والله يا عم في حاجات كتير في الدنيا بتعلم الصبر اكتر من الصيد. يعني انا مثلا راجل ما عنديش صبر عمال اطلع سمك من الصبح، وحضرتك اللي عندك صبر ما طلعتش ولا سمكه من ساعه ما قعدنا. ليه حاسسهم قاعدين في الكوشه؟ اه فعلا. شكلك نويت خلاص يا اسر. ما انا قلت حصلكوا يعني ولا اشمعنى انت؟ لا لا انت بتقول ايه؟ اسر لسه صغير جدا على الجواز. فاتن مفيش احسن من الجواز بدري. فعلا انا مع رايك يا صلاح. انت ايه رايك يا زين؟ ده مش راي يا عمي، ده راي الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاه والسلام. من استطاع منكم الباء فليتزوج. الجواز البدري عفه. انا بقى رايي مختلف، لان اكبر نسبه طلاق بتحصل لما بيتجوزوا هما صغيرين. بالظبط. انا عن نفسي بصراحه مأيده كلام مامي جدا. يا جماعه موضوع الجواز ده ملوش علاقه بالسن خالص، ده له علاقه بمستوى النضج وتفكير وعقل كل حد فيهم. ربنا يكملك بعقلك يا مراتي يا حبيبتي. ان شاء الله متجوز سكرات. والله محظوظ يا اسر، خطيبتك من يومها وهي قمر. ليه بقى وهو اسر وحش؟ طب آسر كانوا بيجروا وراه ملكات جمال. وهو أنا مختار واحدة محروقة يا طنط. ما هو مختار واحدة زي القمر اهي. إيه يا زين في إيه؟ إيه يا زين؟ أنت هتعكس قدامي ولا إيه؟ أنت أنا بحاول أفض الاشتباك. شايفة مامتك بتحدف البنت كلام زي الطوب. وبعدين وأنا بكذب، بنت فعلا زي القمر. تاني؟ طب خليك بص هنا. كده. يا حبيبي مش عايزك تسار البنت في كل حاجة. وأنا سارتها في إيه بس يا بابا؟ يا سلام، قول ما سرتهاش في ايه؟ أي حاجة بتطلبها البنت أو أمها بتوافق عليها. هنقضي شهر العسل فين؟ موافقين. الشبكة معرفش عاملة ايه؟ تمام. ده بيتك، بيتك هي اللي اختارته، ده كلامي أدهم. ما هي بصراحة هند كويسة، وبعدين مش عايزينهم يقولوا علينا بخلة. يا حبيبي أنا عارف، أنا عارف البنت كويسة، وباباها راجل كويس. بس مش مطلوب منك إنك أنت تضيع الفلوس اللي أنا اديتها لك كلها في شبكة ومهر وشهر عسل. بس برضو أنا ما ينفعش أعيشها في عيشة أقل من اللي كانت عايشاها.
العيشه اللي هي عايشاها دلوقتي عايشاها من وقت قريب بعد ما السيد الوالد كون نفسه يا ادهم. هند مش ماديه. مش ماديه بس امها ماديه وماديه قوي. يلا يا ابو ماديه يلا. عايزه تقولي ايه يا فيروز؟ هو انت ما بتسيبنيش اتلائم عليك ابدا؟ هو ده عيب اللي تتجوز ضابط مباحث. طيب شوف يا فندم سين، هل ممكن انا وانت نروح مع ياسر وصاحبته لحفله هيلعبوا فيها المزيكا بتاعه ديفيد فانداتا؟ جيم لا. ليه بقى ان شاء الله؟ انت ما قلتش سين. عموما جيم، لان احنا متفقين قبل الجواز ان احنا ما نروحش الاماكن اللي اخوك بيسهر فيها دي. يا زين الحفلات دي ما بتتعملش كل يوم في مصر، وبعدين اوعدك لو جيت معايا هتحب مزيكة ديفيد فانداتا جدا، ده هيلعبوا اخر تراكات عنده. وربنا قعدت انا وانت في الجنينه على ضي القمر مع كوبايتين شاي كشري حلوين على صوت ام كلثوم بألف حفله من بتوع ديفيد ابو كليتا بتاعت ده. ابو كليتا؟ لا ما دام ابو كليتا يا حبيبي ما خلينا في ام كلثوم احلى. ام كلثوم جميله، هي دي الزوجه الصالحه. يخرب بيت جمال أهلك يا شيخ. يا عم زين اللي انت عملته في حياه بنتي ده اول مره في حياتي اسمعها بتدندن للست ام كلثوم. عارف يا بابي لما سمعت ام كلثوم مع زين سمعتها بشكل تاني خالص، فهمني الكلام وخلاني احسه حبيتها قوي. عشان عايز اروح. تروح فين؟ انت هتفرجنا على بيتك. مش هنخرج هنا، ده اخر مكان. والله العظيم هنخرج. لا هنخرج يا اسر. خلاص اغنيتين كمان. طيب اغنيتين كمان. كش مالك يا زين؟ الشطرنج بتاعك يا عم يعني حاسس انه عايز مكبره عشان اشوفه. ده جالي هديه من اليابان. هو فعلا شكله عسكري يعني، حتى في الشطرنج العسكري الياباني مختلف على عسكري المصري. بيختلف في ايه بقى يا سي زين؟ قصير بس حير. بقول لك ايه، البت جامده انا مش هسيبها. نخرج تاني يا سلام. عايزين حاجه من هناك؟ لا يا روحي شكرا. كل يوم بجد الملل ده. بقول لك ايه؟ ما تيجي نشرب كاسين ونتعرف على بعض. ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ انت ازاي تسيبيني وتمشي وانا لسه خلصت كلامي؟ انا عايزك تحرق انت اخر. انت سكران ولا ايه؟ تعالي هنا. سكران ايه يا عم؟ مش كفايه عليك واحده؟ هو انت عاوز تكوش على المكان كله لوحدك؟ معلم اهدى، انت سكران؟ دختي احترم نفسك. يا عم بقول لك ايه؟ طب ما تاخد صاحبتك انت وروح بيها وسيب لي اختك انت انا اروح بيها. اسر رد عليا، انت بتعمل ايه؟ انا مش ماشي من هنا قبل ما اقفل المكان ده. تمام يوه.
وقتك بقى انت كمان. مين ده اصلا اللي بيتصل؟ ادهم. ما تردي يا بنتي عليه كده، قلقان عليكي. قلقان ايه؟ ما يعرفش اصلا ان انا معاك، ولو رديت هيقعد يرغي قد كده. ممكن يلا بقى يا ياسر لو سمحت. مش عايز اسمع صوت لو سمحتي. تصبح على خير يا عم. اتفضل. تصبح على خير. وانتوا بالاهل. اتفضل. اهدى. هو ياسر فين؟ ما قاليش هو رايح فين. ايه وياسر؟ اهدى جدع، انت في ايه؟ ممكن لو سمحت تجيلي دلوقتي؟ اهدى، مش فاهم حاجه. فين المكان ده؟ وربنا ما افتكر اسمه. ابعتولي في رساله جاي لك مسافه الطريق. في ايه يا زين؟ مفيش حاجه، عربيته عطلت بس راح اجيبه على طول واجي. اطلع لبسيني والنبي عشان اروح له. اجي معاك يا ابني؟ الله، ما هي هتلبسني يا عم، تيجي معايا تعمل ايه؟ خليك يا بابا. خلي بالك عليه. حاضر يا عمي، واطمنك على طول. طول عمري بقول اماكن دي فيها شان وما يجيش منها غير وجع الدماغ. خلاص يا زين بعدين بقى. انتوا رايحين فين؟ يا عم وانا داخل الجنة عايز صاحب المحل عمر. انا ظابط مباحث زين الجناوي، والراجل ده جوز اختي، وتقلب كرامته هنا في المكان ده، فعايز صاحب المحل عشان ما اروحش اعمل محضر واقفل لكم المكان ده. تقفل ايه؟ اقفل لكم المكان ده. تقفل المكان ده؟ طب يلا يا بابا اتكل على الله انت والراجل. انت مجنون يا ابني؟ ده ظابط بوليس. مش دي المشكلة دلوقتي، المشكلة انا هنشر البتاع ده فين؟ ينفع كده؟ ما يعرفش ان اللي هين ظابط شرطه يبقى حط نفسه في ورطه. عارف شكلهم العيال دول؟ اه تعال. هو ده واحد منهم ده. هو ده اللي عكسها اللي هناك ده. خد حقك منه. خلاص هو فينا بس. بقولك خد حقك منه. طب تعال. بقى انت عايز صلاح او اقتنع؟ بص على الوش ده وافتكره كويس عشان ده اللي هيبقى. بس كفايه الواد مات. عشان خاطرك يا زين. يلا. مرحبا. أنا قلت لك، أنا قلت لك الأماكن دي فيها شطار. دي آخرة اللي يشتغل في الأماكن دي. الأماكن دي فيها شطار. صح. حاول ولا قوة إلا بالله. قلت لكم ظابط. بالله عليك ما تيجي الأماكن دي تاني. لا أنا مش هاجي غير معاك. استغفر الله العظيم وأتوب إليك يا رب. بقول لك إيه؟ الخمر على الهدوم بتنقض الوضوء. بس أنا كنتش أعرف إن جوز أختي بروسلي. مش عارفه في ايه، عمال اكلم ياسر وبكلم زين، الاثنين ما بيردوش. انت قلقانه ليه؟ اكيد بيجيبوا حاجه جوزابينهم جايين. اتصلي تاني يا بنتي خلينا نطمن. انا مش فاهمه ايه القلق اللي انتوا فيه ده. اهو جم. مالك يا بنتي في ايه؟ البطل. ايه ده؟ إيه والله والله مخلفه بطل. يا نهار ابيض ابني، مالك انت وشك متشرفص في ايه؟ خير ايه؟ كلها حاجات سطحيه. سطحيه دي اجيب لك ودي مستشفى. مستشفى مستشفى يا ماما. ايه المبالغه؟ مستشفى ايه؟ ما انا واقف قدامك زي الفل اهو. كلها حاجات زي الفل. ايه بس بخلقتك دي؟ ده انت مليان دم. احكي لنا يا ابني ايه اللي حصل بالظبط. يا بابا خناقه صغيره جدا، الباونسرز بتوع المكان اللي كنا صارين فيه بس غبوا كده، فانا علمتهم الادب يعني. الله اكبر. وربنا يا عمي لو مخلف هركليز ما يعمل اللي انا شفته ده. دخلت لقيتهم كوم كل البارنسرز دول في المكان. الله، هو بايده الشمال يطير 17 اللي مخلف فريد شوقي مش هيعمل كده. لا ما واضح واضح. واضح ان هيركليز كان بيضرب الناس بوشه. انت بتضحك؟ وربنا بطل، اللي انا شفته بعيني ما يتوصفش غير ببطل. انا متاكده ان ابني اسد. انا شفت بعيني. يلا ولا ايه؟ وقت اتاخر ممكن تروحني؟ شكرا. يلا انت بتهزر، انا مش هسيبك كده على فكره. بقول لك ايه، وقت اتاخر هكلمك كلها. اتفضلي. باي 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 طنط. باي باي يا اختي. مش عايزه تنامي هنا ولا ايه؟ تصبحي على خير. خلاص بقى زين. انت اخويا بجد والله العظيم. هم بتوع برود اللي لازم يروحوا كل يوم بالمنظر ده. خلاص بقى، ايه حضن المطار ده؟ انت هتغيري عليها حتى من اخوكي. فتح. الله، ايه الرومانسية دي كلها يا زين؟ انت عملت كل ده امتى؟ اخر يوم لنا في اجازة الصيف النهاردة. مش عايز اشوف غيرك ولا اسمع صوت غير صوتك.
عايز النهارده اشبع منك. انا بقى ما بشبعش منك يا زين، هو ده الفرق بيني وبينك، عشان تعرف ان انا بحبك اكتر من بتحبني. ومين قال لك اني بحبك؟ انا لسه ما لاقوش وصف للي في قلبي ليك يا فيروز. ربنا يخليك ليا، هي اجمل نعمه ربنا من عليا بيها. وانا اسعد واحده في الدنيا معاك يا زين. أكتر مكان برتاح فيه نفسي أنا فيروز. الله، معبد جميل قوي بجد، شكلك بتحب المكان ده قوي يا زين. أكتر مكان بحبه في الصعيد كله. ليه بقى؟ عندك ذكريات فيه ولا بيفكرك بحد؟ صالح الجناوي الله يرحمه بيفكرني بأبويا، كان بيجيبني هنا من وأنا عيل صغير، أحس إن المكان ده فيه من طينته. تعرف لو كنت قابلتي كنت هتحبي جوا فيروز. أنا متأكدة إن أنا لو كنت عرفته كنت هحبه قوي. طب بعد الزيارة الحلوة دي يا زين، نفسك تاكل إيه؟ إيه رأيك في باستا بالسلمون؟ أنا بفرجك على الفراعنة عشان تقولي لي باستا بالسلمون. أمال الفراعنة كانوا بياكلوا إيه؟ أنا عايزة آكل أكله. كانوا بياكلوا كوارع. كوارع دلوقتي يا زين إيه ده؟ فتح بلدينا. مش قصدي والله ابو عمو. تليفون سين وقديم قوي. يا رب. الشيخ ياسين. كام الطربوش ده ابو عمو؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه. ده غالي قوي. خلاص ما تشتريش. عاش يا بطل، كمل اضرب. طبعا اذنكم بقى يا رجال. عاش يا بطل حبيبي. اجمك كمل يا بركة النبي. تحضر اضرب جام اضرب يا حرامي يا ابن الجزمة. حرامي حرامي.